من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطني. بسم الله الرحمن الرحيم. أزيد نوريكم بأن البلانتور كان مهد الثورة في وهران. هنايا في 57 في ليديبي السي مرباح اللي كان قائد الناحية الثالثة اجتمع بالكونسي تاعه وتم وين قرر السي صالح اسمه الحقيقي بن محمد صالح هو المسؤول السياسي العسكري لمدينة وهران ونواحيها. اليوتمان طيب تاع الناحية 2 لوهران كان حاضر في ذاك الاجتماع جاب الرسالة إلى سي صالح قال له هاد لا ديسيزيون ايتي بريز بالبيسي تاع وهران تاع لا زون. هذا سي صالح شادر راح دار المقر تاعه في البلونتير وعيط الوالي محمد الياس الزيري ومحمد المانكو هادو هما اللي كانوا رجال الثقه نتاعه ودار الاجتماع الاول دار خارج المدينه تاع وهران لقاء رجال قضيه امنيه واللي كانوا حاضرين في ذاك الاجتماع كان علي الشريف سي محمد ديت الشمايمي شريات احمد وكان ساحل احمد سهل احمد هذا من بعد نتكلموا عليه كان بن زخ روفا يزيد صالح الدين زهير بن ابراهيم والجبور معمر نادينا للاستقلال لاستقلال وطنينا. كان سهل احمد بن طيب المكي وسماري عواد هادو اللي كانوا سي صالح يشوف فيهم واحد الوطنية في قلوبهم واحد لونجاجمون باتريوتيك اللي ما تصورهش خاش هما كانوا هما كبار وهو اللي كان تكل عليهم بزاف بزاف بزاف. سي صالح قال لنا اتكل عليهم هما هما الغدوة من داك من لبريمي سبتمبر بداو العمليات في وهران لاستقلال وطني بداو العمليات في وهران وعمليات كبيرة بدات العمليات في كل نواحي وهران بداو بلي بار لا يوغوسلافي بداو على ايجاب تيرا وعلى جدرمية على العسكر على البوليسية وهران ذاك النهار ذاك الشهر تاعهم خلطوها استقلال لاستقلال وطنينا. كما قلنا كي اجتمعوا مع الجماعة هذيك وصنعوا وسجدوا روحهم سجدوا الجروب تاعهم ابداوا في العمليات العملية تاع بريمي سونتوب في دائي صغير اطلق جرناد على الوزين الصرفاطي بوا اللي جاي في مديوني ولحكتها الجارد موبيل في انجاب خرج الكابوس تاعه وقص على واحد قتل واحد منهم هو جا نقز الصطاد تاع اللي كان في بولونجي قتلوه الله يرحم الشهداء. في النهار هذاك بالذات في سراطوان كذلك هذا غي جروب نتاع سي صالح خاش هو اللي كان يحكم في وهران قتلوا حرقوا لوزين تاع بول كاسونتي اللي كان يكره الفدائيين ويكره الجزائريين وطقوا مشحال من جرناد في ديفيرون كارتي هنايا في وهران. زادوا العشية كان كار جاي من طفراوي جاي بالعسكر معاه دو شوبو جاي قدامه لقاهم في الدخلة تاع السينيا كذلك وعطوهم فيها مبليسيين وكذلك كذلك الموتى. ناضت الفرنساويين اللي كانوا في وهران ناضوا يبانيكو ويزقوهم وحسبوا باللي جيش التحرير خلى عليهم. هذا البومبيا البوليسي الميليتير مساكلين كاع وهران
هذا نهار فاتك حل على 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 على, 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 على فرنسا، وكاع شهر سبتمبر زادت المجاهدين كذلك داروا امبيسكاد بين مسرقين وبوسفر لفرنسا. زركار زايد جايب لي زوروبيان كذلك تيراو عليه، قتلوا فاني زوج من عمان فرنسا، زادوا فاني هذيك قتلوا زوج تاع جدرمية. هذاك الشهر ما خلاوش فرنسا تهنا. استقلال لاستقلال وطنينا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطنينا. في 15 اكتوبر سي صالح كان في التيران الحاج حسن نيميرو 3414، كان معه محمد، هو سي صالح اسمه الحقيقي بن محمد، كان معه محمد الوالي، كان معه علي الزيري، وكانت معه فدائية بن بريك ستي. هذه الله يرحم الشهداء، هذا سلكوا عليهم في التيرة حسن ودخلوا للديار حداهم وبداوا بالضرب. من بعد حبسوا والصباح لها سيزيور دي ماتا طاحوا عليهم بالضرب. الفدائيين بقوا يجاوبوا بالضرب كذلك، قتلوا يقولوا كابيتان تاع الزواف وزوج اسبكتور غرافمون توشي غرافمون بليسي. بقات كاع النهار متشادين حتى العشيه استعملوا سلاح ثقيل واستشهدوا هاد الشهداء الابطال. الله يرحم الشهداء. داروا عليهم تم لك انستال اون ميموار تاع الشهداء هذه. مع الأسف الشديد هذيك النصب التذكاري يداروه يوم التهدام راحوا قلعوه، وعدوا الناس باش يرجعوه، مع الأسف الشديد مازال الآن ما رجعوش. هذاك السير كان يفكر ولادنا، فكر خوتنا بجدادهم وبجدادهم بوالديهم الشهداء اللي الله يرحم الشهداء. استقلال لاستقلال وطنينا ينادينا. كاين جماعة أخرى كذلك اللي كانت عند الخبازة، وهما شيري سعيد بن عمر محمد شالي محمد، وكاين الرابع اللي مانيش ماش عندي الاسم نتاعو، مانيش متأكد، ماش عقل الاسم نتاعو. هادو بعد ما عملوا شحال من عملية هنا في وهران جاو هنا يعونوا فرنسا لحقتهم وسكلوا عليهم، باتين متشدين معهم من النهار حتى للربعة أو الخمسة تاع الصباح 24 ساعة متشدين معهم. داروا خسارة في الاستعمار لأن جرحوا وقتلوا واحدين منهم، وهما استشهدوا في هذا الدار هنايا عند الخبازة. الله يرحم الشهداء. نزيدو نفكروكم بديك لاكروشاج اللي وقع في باطمة سيد الهواري، الآن باطمة سيد توفيق، هذوك الشبان اللي استشهدوا فيها. سيد توفيق 36 سنة، سي عبد القادر 28 سنة، سي حميدة 24 سنة، وسي مراد 18 سنة. الله يرحم الشهداء. قال لي واحد السيد كبير شويه، قال له واحد منهم، قال له شوف ديما كي نقص نخلي الحب التاليه تبقى لي في بيت النار. لماذا؟ قال له باش ما يقبضونيش حي، حبيت الحب التاليه نحطها في راسي. الله يرحم الشهداء. نوضح واحد الامر هنايا، اذا نسيت مجاهد او شهيد ما ذكرتهش هنايا تنجموا تبعتوا لي اسمه ونديره في لي فيديو كومبليمونتير ان شاء الله اللي نديروه.